جرائم الحب، القضايا الجدلية الأبرز في عام 2023 وتحديداً في مصر. على غرار حادثة نيرة أشرف، عنوان تصدر الصحف كثيراً هذا العام بعد زيادة حوادث الاعتداء على الفتيات في مصر. التفاصيل واحدة، شاب يرغب في الارتباط بفتاة ترفضه فتقتل، والسيناريو الآخر أن يكون أصلاً في علاقة وتقرر الفتاة الانفصال عنه فتقتل، يعني نتيجة واحدة، القتل باسم الحب. ومن جامعة المنصورة إلى جامعة القاهرة، ومن السكين إلى الرصاص الحي، حادثة نورهان حسين الموظفة بكلية الآثار كانت أبرز هذا النوع من الحوادث خلال عام 2023، عندما قتلها أحد الزملاء بالعمل بست رصاصات لرفضها عروض زواجه قبل أن ينهي حياته بسلاح الجريمة نفسه. وهناك جريمة أكتوبر، حين انهال عامل النظافة بالطعن بسكين على زميلته عاملة النظافة وسدد لها عدة طعنات انتقاماً منها لرفضها الارتباط به. أما حادث عمارات العبور والذي قتل فيه المتهم خطيبته، والسبب عدم رغبتها في العودة إليه. جرائم قتل النساء في مصر من هذا النوع أصبحت متكررة ومخيفة بعد أن كانت حادثة فردية هزت مصر والعالم العربي عام 2022، بخلاف الفتيات الأخريات التي تعرضن لاعتداءات مشابهة وإصابات بالغة ولم يحصلن على اهتمام الرأي العام نفسه، فقط لأنهن على قيد الحياة.